قبل ما يصير فيه الانفجار ببيروت كنت عم بقرا كتاب اسمه الهويات القاتلة لأمين معروف. صراحة هذا الكتاب مش هين انه يتلخص، بس انا جربت شلكن اهم افكار موجودة بهذا الكتاب كرمال نوصل للفكرة الاساسية ليش سمى هذا الكتاب الهويات القاتلة. ان هويتي هي التي تعني اني لا اشبه اي شخص اخر. لو شئنا تقليص اشكال التفاوت والظلم والنزاعات العرقية او الاثنية او الدينية او سواها، فالهدف العقلاني الوحيد، الهدف المشرف الوحيد يقوم على السعي من اجل ان يعامل كل شخص كمواطن كامل بغض النظر عن انتمائه. فانا لا ارغب في قبول الاخرين لي، بل اطلب ان يعتبروني مواطنا كاملا ايا كانت معتقداتي، سواء كنت مسيحيا ام يهوديا في بلد ذي اغلبية، مسلمة او مسلما وسط المسيحيين واليهود، بل حتى اذا كنت لا اعتنق اي ديانة. انا لست من دينهم، ولكنني انسان مثلهم ويجب ان اعامل بانسانية. عنا حق او في حق العيش كمواطن بالكامل على ارض الاباء دون التعرض لاي اضطهاد او تمييز. حق الإنسان أينما كان العيش بكرامة، حق الاختيار، حق الاختيار الحر لنمط الحياة والعلاقات الغرامية والمعتقدات التي نريد، في ظل احترام حرية الغير، حق الحصول على المعرفة والعناية الصحية والحياة الكريمة دون أي عراقيل. حين يتعرض المرء للاضطهاد بسبب دينه أو الإهانة أو الاستهزاء بسبب لون بشرته ولكنته أو ثيابه الرثة، فهو لا ينسى هذه الإساءات. إن التاريخ هو ما يصنعه البشر، لأنه حصيلة كل أفعالهم الفردية منها والجماعية، وكل خطاباتهم وتبادلاتهم ومواجهاتهم وأحقادهم وميولهم. إنني مؤمن كل الإيمان بأن المستقبل ليس مكتوب في أي مكان، فالمستقبل سيكون كما نصنعه. المستقبل سيكون كما نصنعه. اسمعوا معي هذه الجملة اللي بيقولها أمين معروف: فننساق وراء السهولة ونصنف البشر أجمعين بجميع اختلافاتهم في الخانة نفسها، وننسب إليهم من باب السهولة كذلك جرائم وأفعال جماعية وآراء مشتركة، ونحن نصدر الأحكام ببرودة أعصاب على هذا الشعب. وهون أمين معروف كتير بيحكي عن نحن وهم. عطول منصنف البشر، هل هن بينتموا لألنا؟ هل هويتنا الدينية؟ هل إذا نحن مسيحية أو نحن إسلام؟ منصير نتعاطى مع الأشخاص التانيين حسب هيدي الهوية، هل هن منا؟ هل هن مسلمين ولا لا؟ وفي ناس بتتعاطى أو كتير منشوف على السوشيال ميديا حاليا بيسألوا الشخص: أنت تاريخك أو أنت وصولك من وين؟ بدي يجربوا يقولوا للشعب انه هيدا الشخص مش منكم، لانه هيدا الشخص اصوله عراقية، اصوله من السعودية، اصوله من اي شيء، كرمال يقولولكم انه هيدا الشخص مش منكم، كرمال يفرقوكم عنه بغض النظر اذا كان ساكن بهيدا البلد ولا لا. عطول عنا هيدا الحكم على الهوية. عطول بنسأل: انت اصلك من وين؟ ديانتك من وين؟ نسبك من وين؟ كمان نقدر نفصل بين البشر، وكرمال نقدر نقول انه هذا الشخص منا ولا لا. لازم ما يكون دايما الامر متعلق بنحن وهم، مثل كأنه جيشين حاضرين انه يفترسوا بعض بسبب الهوية لتلت ارباعة او كتير من الهويات اللي نحن بنحكي عنها هي بتكون موروثة. نحن ما بنكون مختارينا، بس في ناس بتحكم عليك بسبب هيدي الهوية الموروثة. بيقول امين معروف: للأسف العالم يعج بالجماعات الجريحة التي تتعرض حتى اليوم للاضطهاد، وتحتفظ بذكرى عزبات قديمة، وتحلم بالثأر والانتقام. وبيقول: ذلك المفهوم الذي يختصر الهوية في انتماء واحد يحصر البشر في موقف متحيز ومتعصب، متشدد ومهيمن، لا بل انتحاري في بعض الأحيان، غالبا ما يحولهم إلى قتلة وأتباع قتلة، فتتشوه رؤيتهم للعالم وتنحرف. وفي قسم كتير حلو ذكروا أمين معروف وتبلش يحكي عن الحضارات، وبيقول انه في حضارات مسيطرة او حضارة مسيطرة حاليا
فيها حسنات وفيها سيئات، والنموذج الغربي بالرغم من انتصاره وبالرغم من بسط هيمنته على هذه القارات بيشوف نفسه بنموذج عاجز عن حل مشكلة الفقر، عاجز عن غير قادر على مكافحة البطالة والجريمة والمخدرات وغيرها من الأفات العديدة مثل ما بتعرفوا أو بتدرسوا أو بتقروا. من بداية الحضارة اللي حصلت بالعراق وبمصر من 6000 سنة دايما في صراع حضارات. وإذا بنحكي هلأ نحن عن الحضارة المهيمنة أكيد نحن بنقول إنه هي الحضارة الغربية، بس إذا نحن بدنا نكون ضد هيدي الحضارة الغربية منقول نحن حضارتنا قادرة إنه تكافح الفقر؟ قادرة إنه تكافح الجريمة؟ قادرة إنه تكافح البطالة؟ قادرة إنه تكافح المخدرات وغسيل الأموال؟ وبنهاية هذا الفيديو حبيت أذكركم مثل الرسالة اللي حب يوصلها أمين معلوف للشعب العربي، كرمال ما نلعب دور الضحية وكرمال نقدر نقوى ونتحد ونكمل، وكرمال نفرج إنه نحن حضارتنا قادرة تكون حضارة يستفيد منها العالم كله. كم من الأشخاص يعدلون على المساهمة في الحضارة العالمية الناشئة لأنهم قرروا نهائياً بأن العالم الذي يحيط بهم هو عالم غامض وعدائي ومفترس ومسعور وشيطاني؟ كم من الأشخاص ينزعون إلى التقوقع في موقع الضحية؟ ضحايا أمريكا، ضحايا الغرب، ضحايا الرأسمالية والليبرالية، ضحايا التكنولوجيا الحديثة، ضحايا وسائل الإعلام، ضحايا التغيير. ولا أحد ينكر أن هؤلاء الأشخاص يشعرون فعلا بأنهم منتهكون ويتعذبون من جراء ذلك، لكن ردة فعلهم تبدو لي مزعجة. فالتقوقع في ذهنية الضحية هو الاعتداء بحد ذاته، فيتقوقع الناس ويتمترسون ويحتمون من كل شيء ويحبسون أنفسهم ويكفون عن البحث وعن الاستكشاف ويروحون مكانهم ويخشون المستقبل والحاضر والآخرين. وبيقول أن شبكة الإنترنت بمقدرة كل الناس استعمالها مثل ما هن بدهم. لا ريب في أن قوة هائلة التي منحها العلم والتكنولوجيا الحديثة للإنسان يمكن أن تصلح لاستعمالات متناقضة، بعضها يدمر وبعضها يرمم.